بمناسبة الصدام الناري اليوم بين مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي، إذا يقوم أبرز الأرقام الخاصة بالمباراة، يتلقيها الفريقين 4 مرات كلها في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. أولى المباريات 21 أكتوبر سنة 2015، الذهاب حسمه السيتي ب2 مقابل هدف، وجدد انتصاره على إشبيلية في الإياب ب3 أهداف مقابل هدف واحد. والمواجهة الثالثة 6 شتنبر 2022، فاز السيتي برباعية نظيفة، وجدد أيضا فوزه في مباراة الإياب ب3 أهداف مقابل هدف واحد. إجمالا التقي الفريقين في 4 مباريات، فاز السيتي في 4 مباريات وسجل 12 هدف، أما إشبيلية فقد اكتفى ب3 أهداف. واليوم فرصة لإشبيلية لتحقيق السوبر الأوروبي ويفوز على مانشستر سيتي، أم أن كتيبة بيب غوارديولا ستحقق أولى الألقاب في هذا الموسم؟ توقع نتيجة المباراة في التعليق. إلى فيديو مقبل.